بعض الناس في هذه الأيام يستيقظ، منذ أن يستيقظ في الصباح يسب الرئيس، نعم يسب الحكومة، أف يا لهوي، ومصيبتا يا ويلنا كذا، تعبنا من هذه العيشة، كيف الحال؟ قال يا أخي تعبني. سبحان، هذا متسخر، معترض على قضاء القدر، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قد يوصل هذا للشرك الأصغر، والأصغر قد يوصل للأكبر. وبعض الناس تسأله كيف الحال؟ قال الحمد لله. كيف الجو؟ قال تمام. كيف الرئيس؟ قال ومال الرئيس، أنا في نعمة. الله يغني عنا ويغنينا عنه. أنا ما أطلب من الرئيس شيء. لماذا؟ قال لأن الجنة لا تطلب إلا من الله، صح؟ طيب الرزق أطلب من الرئيس؟ قال أخذ أموالنا. لا، ما أخذ أموالنا، لا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لم يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تفتش وتنقب وتسأل عن كذا وعن كذا وعن كذا. من حسن إسلام المرء، تريد أن يكون لك إسلاما سالما، ها، في أعلى الدرجات، النتيجة أو العمل، تركه ما لا يعني، في أشياء لا تعنيك، ليست لك، اشتغل بما يعني.